رأي الأغلبية مع عمار برهان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة ومحور جديد محاور الأغلبية. اليوم راح نكون مع حوادث سير سيما في الطرق الخارجية، ملف خطير يموت بسبب آلاف سنويا. يعني سنة 2020 وحدها بلغ الحوادث بصورة عامة في عموم العراق 8156 حادث، أسفرت عن 2300 وفاة و 8000 جريح. العدد تجاوز 10000 حادث. الأسباب كثيرة، منها السرعة الجنونية ورداءة الطرق، وبعض الطرق تعاني من التخسفات والتموجات بسبب الأحمال الثقيلة، والبعض الآخر بلا تخطيط بلا إنارة، فضلا عن حواف هذه الطرق اللي عادة ما تكون غير نظامية. المسؤولية مشتركة، الجزء الأكبر يعني منها يقع على عاتق الدولة اللي يجب أن ترمم الطرق وتحاسب كل من يتعدى السرعة المحددة لهذه الطرق. يجب أيضا أن تسعف الناس على هذا الطرق، يعني اللي يسوي حادث يجب أن تصل للدولة في غضون مثلا دقائق، مو يبقى بالطريق ساعة ينتظر والناس وتصير هوسة ويموتون والإسعاف بعد ما جاي. الحديث عن الطرق الخارجية، ابقوا معنا مشاهدين الكرام. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. مسؤولين محليون يعزون أسباب الحوادث إلى السرعة الجنونية، ضعف الرقابة المرورية على الطرق الخارجية اللي ما زال عدد غير قليل منها يعاني من الإهمال. يطلق الأهالي في محافظة ذي قار تسمية طرق الموت على عدد من الطرق الخارجية، من بينها طريق الناصرية الشبايش، طريق الناصرية سوق الشيوخ، وطريق المرور السريع الرابط مثلا بين محافظة البصرة والناصرية بغداد، غيرها من الطرق اللي ارتفعت بها معدلات الحوادث المرورية المروعة نتيجة الاستيراد العشوائي للمركبات في مرحلة ما بعد 2003. هواي نشوف حوادث وكثيرة من الأمور اللي المشاكل هي نفسها ما قاعد تحل، ما نعرف شنو السبب. ممكن أن هنالك يعني خطوات، بس هاي الخطوات بطيئة خجولة جدا. ترمم الطرق، تشوف أكو طريق منظم تم تخطيطه بشكل صحيح، حتى واحد انه يعرف يكون مأمن ذا يطلع بالنهار او يطلع بالليل. اليوم من تصير حوادث الاسعاف شو وقت يلا يوصل؟ هم لازم هذه تكون نقطة من النقاط اللي مشخصتها الجهات المعنية. ارقام الهواتف مشاهدين الكرام اسفل الشاشة، يمكنكم الاتصال ونتكلم عن هذه التفصيل، نتكلم عن هذا الملف المهم. اعطيني اتصال. ابو احمد السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عمار، شلونك ابو احمد؟ الله يحفظك. تحيه لك وللمشاهدين العراقيه وللاخوه اللي قاموا باعداد هذا البرنامج. الله يحفظك ابو احمد، تفضل اسمعك. استاذ عمار، انا هم جاي توصلني مناشدات بس صغار احولهن لك، انا ما عندي وسيله. اي وارجع الموضوع الطرق اذا سمحت لي بدقيقه عن مجمع بسمايه. ايش بيه مجمع بسمايه؟ مجمع بسمايه يعني اكو ظاهرات بالحق، ظاهره انا اشبهها بالابتزاز، وجاي يورطون بها الاجهزه الامنيه. اي وهذا يدل على فساد، وجود فساد بالهيئه الوطنيه للاستثمار. انا وصلتني اكثر من مناشده من اصدقائنا، واطلعت على قطعه وضعتها هيئه الاستثمار تقول الساكنين الكرام سيتم اعتماد باج الدخول الجديد لمدينة بسماية اعتبار من 1/2 بهذا الشهر، يعني يجي هذا الباج. اي شلون ينطونه؟ ما ينطوك اياه الا تدفع جباية لشركة مال تنظيف، او انت ما دافع ماي، او يعني هسه احنا نتساءل وين الهيئة للاستثمار. نعم، انتم تمنعون شخص يدخل البيت لان ما دافع 10 أو 15 ألف مال تنظيف؟ طيب أكو قوانين ثانية تحل زين الأجهزة الأمنية، وهاي رسالتي لوزير الداخلية. نعم، هاي الأجهزة الأمنية اللي هي بالبوابات، أنا أقول لا تخليها تشتغل موظف عند واحد فاسد بالهيئة جاي يتفق مع شركات ياخذ كوميشن ويفرض على الناس هذا الفرض. واضح، وبالتالي هذا مرفوض. وأطلب من الهيئة أيضا، الناس ظروفها صعبة الآن ووضع الدولار صعب، قللوا عليهم القصد، لان كل العالم من صار يا قصد. يعني ابو احمد
هسه القصد اللي انت الذكر الذكرى على ال 15000 دينار؟ لا لا اقصد القصد مال الشقه، لان مال الشقة. الناس ما عندها مشتريه ال ال اما هاي الاشياء الثانيه في حال ما دفع ماي او ما دفع جبايه اكو قوانين بالعراق. تمام يعني اعتبرها هذه وصلت. ابو الكهرباء يجي منعك من ما تدخل بيتك، اعتبرها هذه وصلت ابو احمد تدل ان شاء الله. ارجع لك للطرق انا اقول اكو ابتكارات بالعالم للطرق، وخاصه الطرق الحديثه والطرق الجديده. احنا العالم اكو تطور بصناعه الطرق. نعم. وسيله النقل بالعراق هسه مو مثل العالم، احنا وسيلتنا فقط هي النقل وهي السيارات بالحقيقه. نعم. الطرق السريعه متدهوره حالتها جدا من تنظر لها، نتيجه الحمل الزائد، كثافه السيارات الى اخره، فهي السبب حوادث. احنا حتى فحص للاطارات ما عندنا سنوي، ما عندنا فحص. صح صح. المرور استاذ عمار اكو خلل عندهم واضح. هسه الخلل بالمرور ابو احمد هم بالدول العربيه رادار موجود. انا ما جاي اسمعك استاذ كمل 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 حاجة. رادارات موجوده. هذا الرادار شنو محددين له السرعه، السياره اللي تتعدى 120 تصورها ويغرمونها. نعم. هاي الغرامات هي وحده تبني طرق. احنا المشكله لا عندنا بالطرق السريعه ولا بالطرق القديمة. صح. ولا أكو وجود للمرور ولا أكو وجود للدولة، وبالتالي الطرق محفرة ومدمورة. دوريات للطرق ما موجودة غير المرور اللي تبحث وين الحفرة وين الطشة وين سنوي. العالم تشتغل شهري، احنا كل سنتين ثلاثة يلا نراجع. صح. أنا صح. أقول أي نعم. تأهيل الطرق الخارجية وصيانتها، إذا أنتم ما عندكم القدرة كدولة سلموها لمستثمر واتفقوا يا إلك 30% 20% 50% حسب اتفاقكم أنتم. واضح مسؤول عن الرادارات وعن صيانة الطرق السريعة وغير السريعة. كلش كلامك مهم، شكرا لك أبو أحمد، شكرا لاتصالك. طالب سلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عمار. أهلا بك طالب، مرحبا. الله يبارك فيك استاذ عمار. الله يحفظك طالب، تفضل. استاذ عمار اني حقيقه طلعت بركه الاربيل والسليمانيه. اي يعني قارنت ما بين الطرق الخارجيه اللي توصل في بغداد بسليمانيه واربيل، وما بين داخل اربيل وسليمانيه. بالمناسبه اربيل وسليمانيه محافظات عراقيه مو محافظات اجنبيه. اي وهذا يعني الطريق الجديد اللي قاعد تتكلم عنه صح؟ نعم. هم المشكله يعني اكو ادامه، بس الادامه يعني تاخذ وقت كلش طويل، يعني ما اعرف شنو المشكله. فيخلون الطريق سايد واحد وهاي الحوادث والطشات يعني ما احكي لك عنها. يعني الطريق عباره عن طشات، يعني الشخص اللي عنده فقرات اللي عنده مشاكل فقرات لا هذا يرجع يعني راسا يروح المستشفى. نعم. فيا يعني المشكله وين بالاداره؟ يعني هاي الادامه زين، ليش ما اخلي كاميرات على السرعه مثل ما قال اخوي ابو احمد الرادارات؟ يعني صحيح. اي يعني زين هسه بسليمانيه لو شوف كاميرات اللي تعدل 60 راسا يعني. طالب انت تقول يعني بطرق اربيل سليمانيه الطرق الخارجيه موجود الرادار؟ موجود. لا داخل الـ داخل الـ داخل يعني مركز يعني المدينه. نعم 60 محدد السرعه، اللي يزيد عن 60 راسا تاخذ له لقطه الكاميرا. قصدي الطرق الخارجيه زين. التريلات هذا الحمل الزائد، هو هي المشكله عندنا بالشاحنات والمركبات يعني الكبيره. التريلات المفروض تاخذ سايد واحد، ما تاخذ اكثر من التريلات قاعد تاخذ السايد المو الها. صحيح، وهي هاي قاعده تسبب حوادث. طالب شكرا لك. زائد الحمل زائد الوزن استاذ عمار، الوزن هاي مشكله مال التريلات لازم يلحل. نعم. قضيه تنظيميه واداريه. وشكرا جزيلا استاذ عمار. شكرا لك طالب، شكرا لاتصالك. الناس عندها وعي وصارت تشخص ولحد الان ماكو معالجه. طيب اعطيني اتصال. حسام سلام عليكم. سلام عليكم استاذ. شلونك حسام؟ الله يحفظكم، تحياتنا لك والكادر البرنامج. شنو اخبارك حسام؟ سمعت الموضوع؟ سمعت الموضوع ومتابع الحلقه من البدايه، وهاي معاناتنا طبعا. اي بالكوت، احكي لي الكوت، شنو اخبار الكوت؟ شوارع الكوت، الطرق الخارجيه. شوارع انا من قضاء الصويرة. اي عندنا اعمار، بس الاعمار يعني 0%. عندنا الطرق الخارجيه في محافظه واسط. انت تعرف طريق الكوت ايش قد راحت بيه ناس. نعم. يعني عدد مئات
مئات مئات الحوادث خلال السنة تروح بس بطريق الكوت. صح. فأنا تعرف الأستاذ الطريق من وزارة هذا طريق العزيزية وما عزيزية وعبور المواشي وغيرها ممكن تسبب حوادث أيضا. نعم 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 ماكو لا أكو لا أكو جسور مال عبور. نعم. لا أكو علامات مرورية خاصة بالطرق تبين أماكن العبور. كذلك الثقافة بالمجتمع مو ذي الثقافة اللي خلي الشخص ينتظر إشارة وكذا وهذه. فإحنا التقصير أولا شخص هذه الحوادث المرورية التقصير أولا مديرية المرور. حسام أنت هم تروح تجي لبغداد؟ طبعا أنا يعني شغلي أقرب بغداد. جيد. وين المنطقة اللي تخاف من توصل لها تخفف أو تمشي على كيف تقول هاي خطرة؟ والله المنطقة مدخل بغداد من يوس فيها حد لحد السيدية. هذا الطريق اللي سايد بيناتي بس رصيف واحد. اي هذه منطقة كلش خطرة على الرغم بها أماكن عبور جسور مخصصة بس الناس الثقافة والوعي مال الناس ما يمشي إلى 100 متر على مود عبر الدس كلش كلامك. وهذا صارت الحوادث اللي للأسف كارثية. نعم. كذلك صحيح. عندك مدخل بغداد الشرقي من جهة واسط من 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 واسط من الصويرة إلى بسماية هذا الطريق كلش تعبان ومحفر. لا لا هذا هذا يعني. هذا المفروض اللي يكمل هذا الطريق اللي باتجاه بسماية اللي فجأة يجيك الجزرة تجيك جزرة فجأة أنت ما تعرف تجيك جزرة. إيه حتى ماكو أي تنبيه إنه راح تجيك جزرة فجأة وشارع مفتوح من أسوأ تجيك جزرة مداخل بغداد. إيه يعني اللي يروح البسماية لازم يطو جائزة إنه أنت وصلت بالسلامة رحم الله والدي. صح صح خلوه يحكي. إيه وين راح يعني ماكو متابعة من مديرية المرور لا طرق الجسور لا وزارة البلديات نهائيا. صوتك مو واضح حسام. أنا حييك وأشكرك جدا. شكرا لك. أبو نبأ السلام عليكم. شلونك أبو نبأ؟ والله يا سار شتحكي لك شتحكي يعني إحنا بالنسبة للطرق يعني شيء كارثي بالعراق. عندنا السريع بس أو هذا من 80 من 76 ولحد الآن بس هو عندنا. زين خلي أقول لك أي خلي أقول لك شغلة أبو نبأ. شوف وحفروه. أي اسمعني أبو نبأ إحنا قبل كانت يعني بال 2014 2015 الفلوس اللي تروح للطرق والجسور كانت ما تروح لهم يعني تروح للمالية والمالية هي توزعها يعني ما توصل لهم. تمام. هسه بهذه الحكومة أعتقد يعني ما أعرف أنا أتأكد إن شاء الله هسه من الضيف مو نحكي على الوقت الحاضر. لا 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 أنا أقصد لك الخطوة بس اسمعني. الآن الحكومة سوت هسه هم نتأكد من الخبر إنه خلص الأموال مال طرق وجسور تروح للطرق وجسور يعني إحنا هسه لازم نطالب بأشياء نطالب بحركة. أستاذ عمار. نعم. أستاذ عمار إحنا مفتشين باللبن العراقيين. نعم. هي القضية قضية فلوس يعني هم لازم فلوس. لا, إيه؟ لا 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 أرجوك خلينا نفهم العالم حتى أنت هم غايبة عنك. أيه؟ هم معروف لها. شنو قل لي. أول شيء بالنسبة للفلوس والله العلي العظيم وناقشني ها ما يخسرون بالنسبة للتبليغ لأن كل عراقي كله موجود كله موجود. إيه الفارشات وأنا سبق قلت لك نبلط العالم. صحيح. بس ماكو ناس حريصة يسوي يبلط. شوف أنت عندك من 76 تبليغ الطرق الخارجية من أردن هناك لحد الآن وجد إحنا ظلام كنا ظلام ها ولحد الآن باقي احنا يبلط اليوم وبعد شهرين قام وتكون النوعيه رديئه مثل ما انت قلت انه كل ناس ما تخاف الله يعني ليش هذا مشكله مقاوله ابو نبأ يعني ذول المقاولين يعني معقوله هم ايه. الجماعه هاي ال 20 سنه الاخيره اي حياتهم بالمقاول حتى سيمنز من راح يجي هم ياخذ لازم مقاول لان ما يريدون الزين. أنا البارحة طانزين خانة طبقت لها شوف نعم تعرفوا علي عرق على شنو؟ تعال 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 أنا استغربت ها؟ شنو؟ أي خلالي بألفين 3000 دينار وقطعها والنوبة شغلها باللحظة أي يعني قل لي 20 يدعمني أنا
اخاف عليكم، حتى تسببت علي قلت له ترى انا مفتش بالنبض. ها يذبحك والله. وهاي هاي يم يم الكشاف يعني عمليه سرقه تقصد ابو نبأ؟ اقسم لك بذات الله سرقه، راد يسرق من عندي 7000 بالاخير انا اخذت من عنده 4000. انت اخذت من عنده لان خاف من قلت انا مفتش. اي هو رجع لك كل الفلوس. قال لي ما اريدن. هي هاي 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 مشكله مثل ما انت قلتها ابو نبأ. للاسف للاسف اكو احنا بين صح يبتدي اللي عنده سياره يمنع الابو ابو اللي عنده سياره بالضريبه. فاهمك فاهمك ابو نبأ. مليون و100. فاهمك ابو نبأ واشكرك جدا. الفلوس هاي ولكم انت تقول ماكو فلوس. مو احنا راح نرجع لنفس الحلقه بس انت كلش ذكرت تفصيله مهمه ابو نبأ، انا كلش احييك واشكرك. انه اكو ناس هسه هذا البوزرش اللي احنا نسميه ويسرق 2000 و3000 على كل سياره واحسب انت كم سياره شلون يعني، يعني لازم على كل واحد نخلي شرطي. مو هي هم اكو مشاكل هواي مثل ما ذكر ابو نبأ. ابو احمد السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك ابو احمد؟ بعد عين الله يخليك استاذ عمار. شلونك؟ الله يحفظك ابو احمد، اهلا وسهلا بك. استاذ عمار انا اسف عندي مناشده يعني خارج. انت مو اسف حلقة. اني اسف تؤمر انت قول. رحمه الله على والدك. استاذ هي. عمار اني من 2016 لسه جاي اقدم على الرعايه وما يطلع اسمي. زين انت ايش قد مواليد؟ عمرك ايش قد؟ انا مواليد 92 متزوج وعندي 3 جهات. زين ويعني تعاني من مرض معين لو بصحة جيدة؟ لا لا ما بس أنا عاطل عن عمله وجاي أقدم يعني ما يطلع اسمي. شو وقت قدمت آخر مرة؟ يعني هسا آخر مرة هسا بهاي الوجبة الثامنة وهسا هاي بالوجبة التاسعة من طلعوا بحث. آخر مرة هاي بشهر التاسع والسابع؟ آخر مرة لا هاي مالت الإنترنت فتحوها. أي سحبت الاستمارة؟ سحبت الاستماره. خلاص هسه انتظر يجيك الباحث. مو قبل هم سحبت الاستماره. لا 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 هالمره هالمره قبل 10 ايام صار اطلقت اكبر حمله للباحثين فهم قاعد يسووها على شكل مراحل. انتظر يجوك واذا ما جوك اتصل بي قول لي. شكرا لك ابو احمد. ابو احمد هواي شباب عندنا مواليد 90 و92 و93 ما عنده حلول، ينتظر بس انه للاسف ينتظر رعايه ورواتب الاعانه وممكن هو من خلال هذا يشتغل، ممكن يتوظف، ممكن يكمل دراسه. مشاهدينا الكرام ضيفي لهذه الحلقه السيد حسين جاسم كاظم مدير عام دائره الطرق والجسور في وزاره العماره والاسكان والبلديات. استاذ حسين اهلا بك ببرنامج راي الاغلبيه. حياك الله استاذ عمار، تحيه لك ومشاهدي القناه الكرام. اهلا وسهلا. بدايه انا ما اعرف اذا كان الخبر دقيق او غير دقيق بس اريدك انت تصحح لي انه اموال الطرق والجسور الان بعد هذه ممكن راح تكون للطرق والجسور بعد ما كانت هي تروح للماليه صح؟ يعني هو صار توجيه من دوله رئيس الوزراء كما سمعنا يعني ب يعني وسائل الاعلام ويعني من خلال اعتقد يعني التصريح للناطق الاعلامي المكتب مثل نعم. دولة الرئيس بهذا الأمر نعم. وننتظر وصول الأمر تحريريا حتى نتحرك ويا وزارة المالية لغرض يعني المباشرة بوضع آلية إرسال الأموال أو لأنه الآلية الموجودة الآن بصراحة يعني ما راح يمكن تحويلها إنه لأن هي تودع بحساب مغلق من قبل المرور نعم إلى وزارة المالية. لابد من أن يتم إيجاد آلية أخرى يعني أما تحول المبالغ مباشرة إنه أو إذا ما أعرف يعني شنو المالية شلون راح ينفذون هذا التوجيه ننتظر يعني قادم. لا أنا أقصد إنه التوجيه صار، بعد التوجيه شنو اللي صار؟ ما صار أي مستجد؟ احنا ننتظر وصوله بشكل رسمي لحد الان يعني ما تعميمه يعني الاخرى ما وصلنا بشكل تحريري على مد احنا نتحرك. عندكم خطه استاذ حسين؟ عندكم خطه لان عندكم ممكن طرق كثيره متهالكه تعبانه بالتاكيد. أي. استاذ عمار المشاهد الكريم حيكون بالصوره الطرق ادامتها مستمره يعني ما تتوقف صح. المفروض يعني مفترض هناك يعني صيانه نسميها احنا روتينيه روتينية أي أنه تكون بأوقات ثابتة على طول السنة بالصيف وبالشتاء مجموعة صيانات تجرى صيفا وأخرى تجرى شتاء نعم. هذه الصيانات في حال توقفها
بسبب عدم وجود الأموال المخصصة لها راح تتفاقم العيوب والأضرار بالطريق وتصبح أكثر كلفة وتحتاج إلى وقت أكبر لمعالجتها. نعم. هو اللي جاي يصير عندنا هذا أنه المبالغ ما تجينا بوقتها المناسب تتفاقم الحالة تتفاقم الحالة. يعني ننتظر مثلا حاليا المبالغ ننتظر إقرار الموازنات، وتعرف حضرتك الموازنات بالبلد متذبذب يعني التصويت عليها وإقرارها. صح. سنة تصير موازنة وسنة ما تصير، بالتالي الخطة لمثل عام 22 تم تأجيلها إلى لغاية اليوم ما عندنا موازنة، ننتظر مثلا إصدار الموازنة ونروح تمام. في حال وجود هاي الأموال ما راح ننتظر، ما لنا علاقة بهذه القضية، واضح. راح احنا تكون عندنا مبالغ نقدر نستثمرها. واضح استاذ حسين، انا بدي اسالك اسئله كثيره حتى تكون اجوبه مختصره لان عندي هواي اسئله. استاذ حسين، الخطه اللي قلت مال 22 راح تطبق ان شاء الله بال 23 عندما تصل الاموال او تؤمن الاموال، صح؟ شنو هاي مخصصين؟ نعم. يعني محددين طرق معينه، ممكن الاهميه وين، منو اللي راح تبدون به؟ تفضل. نعم طبعا. احنا الصيانات مثل ما ذكرت حضرتك على نوعين، اكو صيانه دوريه وهي تحتاجها كل الطرق، كل طرق العراق وجسورها نحتاجها صيانات حسب نوع الضرر، يعني من بسيط الى متوسط الى شديد. نعم. وقسم من الطرق مؤشر عندنا هي متضرره، نعتبر نحتاج الى عمليه تاهيل، وهذا التاهيل ايضا بقسمين، اما عمليه اكساء على عرض الطريق او تعريضه في حاله الحاجه الى في حال وجود عد مروري يستوجب زياده عرض الطريق. جي. هاي عمليه تاهيل. فذن القضيتين يحتاجن اموال واموال كبيره، لذلك احنا يعني في حال وجود هذا المصدر الاضافي، اضافه اذا ما اردنا من الخطه الاستثماريه اكيد راح يخلي خطتنا اوسع واكبر. طيب من ضمن هاي الخطه، خطه 22، محددين طرق يحتاج لها يعني عرض بالشارع، محتاج لها رادارات، يحتاج لها اضاءه، تخطيط، هاي محددين طرق خارجية. نعم. احنا بخطة 22 اللي راح تنفذ ان شاء الله بال 23 احنا مصنفين الطرق سريعة ورئيسية وثانوية وشريانية واخرى. جيد. اولويتنا باستهداف الطرق السريعة الاولى. احنا بالنسبة ان الان الطريق السريع الرابط بين بصرة وبغداد انجزنا من عنده تقريبا 350 كيلومتر، باقي عندنا 150 كيلومتر من عنده، هذه في اولوياتنا. ايضا نفس الطريق يحتاج الى بعض الانشاء طرق خدميه، لانه احنا مثل حضرتك شايف في اخر اعمال التاثير هي وضع حواجز لعدم دخول العشوائي للطريق. نعم. لتقليل الحوادث، وهذا يتطلب انه الفعاليات اللي على جوانب الطريق سواء كانت قرى او فعاليات اقتصاديه معامل غيرها يجب ان تنشئ طرق خدميه موازيه لهذه الفعاليات. صح. اي نعم. وتطوير الجسور الفوقانيه اللي موجوده اصلا لتنظيم دخول وخروج المركبات إلى هذه الفعاليات من الطريق وبالعكس بشكل نظامي، وهذا يحتاج إلى تحوير والجسور المستمرة على طول الطريق، وهذه طبعا تحتاج أموال. عندنا خطة الآن باشرنا تقريبا ب 12 جسر. نعم. من مدينة الأنبار باتجاه بابل، ولو كان عندنا مبالغ إضافية راح نستمر بس على كيفك وياي. 12 جسر من مدينة الأنبار إلى بابل مع جسر عبور، هذه تحوير لجسر قائم اصلا. أيه. نسوي له تحويرات رمبات دخول وخروج نظاميه لكي لا يكون هناك دخول عشوائي للطريق، لان الدخول العشوائي يسبب حوادث عاده. صح. فالمفترض الطريق السريع هو طريق حر ما باي تقاطعات ارضيه. نعم. وانما الدخول والخروج للطريق من خلال تقاطعات نظاميه. جيد. فهذه ايضا واحده من خططنا. الامور ايضا خطتنا فيما يتعلق بالطرق الرئيسيه، الطرق الرئيسيه عندنا احنا طبعا مثل ما تعرف محاورنا الرئيسيه هي موصل بغداد، وهذا الطريق ما عدا المدخل اللي هو ضمن مدخل التاج اللي هو. نعم. هذا ضمن مسؤوليه محافظه بغداد، انجزنا اجزاء كبيره من عنده، باقي اجزاء بسيطه ايضا ممكن لو تجينا مبالغ راح. انا شفت الطريق مال طريق بغداد بصره الذهاب كان عالمي، يعني طريق مهم جدا، يعني لكن الإياب اللي سلكوه خلال بطولة خليج 25 اللي سلكناه. صح. بس بالإياب بالرجعة يخوف، كل شيء يخوف، لاكو إضاءة، لاكو تخطيط، لاكو تبليط. بالضبط. الرجعة من التقاطع البطحاء إلى تقاطع عفف في الديوانية. أكو إحصائية أستاذ حسين مال 22 بالحوادث عندك إحصائية؟
عدد الوفيات الحوادث اللي صارت؟ طبعا الاحصائيه انا اللي دائما احكيها بالاعلام والحضرتك يعني انا الحوادث انا قسمها اثنين مروري واللي هي هذه بسبب اخطاء مروريه للسائق وليس بسبب الطريق يعني اما سرعه فائقه او تجاوز خاطئ او انفجار اطار مركبه او يعني اسباب هي خارج يعني ما لها علاقه بالطريق يعني فاهمك هذه مفروض تصنف والامور الاخرى اللي هي بسبب جوده الطريق احنا بصراحه ما جاي يصير عندنا فرز بس اللي نطلع عليه من خلال الاحصائيات مع المرور نعم اكثر من 90% هي لاسباب تعود الى المركبه او الى السائق وانا من هذا المنبر ادعو المرور دخل المرور الى محاسبه المخالفين وهو هذا المسؤولية بعد. تقع على الجميع مو فقط على الطرق والجسور أنا أشكرك جدا أستاذ حسين شكرا لك ضيف عزيز أستاذ حسين جاسم كاظم مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة العمارة والإسكان وتكلم عن كثير من الأمور وإن شاء الله هذه الخطة تطبق في 2023 ما ذكرها تخص الطرق والجسور خلينا نروح نشوف الاستطلاع بعد أمكم معكم بالنسبة للطرق الخارجية أولا طرق مهملة اثنين ما تتوفر بها شروط المتانة والأمان الآن خطي صلاح الدين بغداد أسه جت من تكريت طريق التاج رايح كسر تريلات سيارات صغار لا تحوية لا شيء الازدحام ما نواصل من الشؤون للسريع مال الشعلة يعني أنا أربع ساعات طبيت هنا العلاوي حوادث جاي تصير كلنا وبالتريلة ينام وبالشارتر ينام أنا سايق طريق بغداد بصرة من 2008 لحد الآن أغلب الحوادث 90% هي نوم أكثريتهم شباب اللي ديسوقون العجلات وإحنا دنشوفهم يعني كلش قوي يجي طاير هذا الطالب الصغير يعني أعمارهم صغيرة هم يرتدون السياقة ودصير هاي إحنا مفروض هسه خطنا نجف مفروض خطنا قبل نطلع قريب الديوانية ونفوت منك على النجف لازم نفوت على الحلة وبعدين نطلع فشوف الطريق كلش تعب حواديث الطرق الخارجية والله العظيم كلها تعبانة كلها طسات جاي يحفرون هسه عندك الدولي حوادث كلها بكل مكان حادث وجسور ماكو اهلا بكم مشاهدينا الكرام هذه خوذه وهذه الخوذه ممكن يلبسها المنقذ المسعف ممكن يلبسها من يركب الدراجه الهوائيه او الناريه هذا الخوذة تعود لشخص هذا مسعف وبجهد ذاتي يعني لا متعين ولا متوظف ولا علاقة بأي جهة حكومية ولا جهة إنسانية ولا غيرها خلدون الصعب مؤسس مجموعة الطوارئ الإغاثة مسعف جوال مسعف جوال جهة دي. إنسانية تعتبر جهة. يعني إيه مو جهة ما من تمن مو جهة من عندك نعم أي بالضبط صح؟ تأسست سنة 2015 شلون جتك هاي الفكرة خلدون؟ بدأت حتى نختصر الوقت على الناس بدأت طبعاً يسعدني لقائكم ويشرفني الموضوع بدأ بال 2018 من صار حادث المجموعة أساستها يعني 2015. أنتوا مجموعة مو بس واحد؟ مجموعة لكن أنا كدراجة الوحيد بالعراق الوحيد المسعف الجوال بالدراجة يعني هذا اللي كنت هذا اللي بالضبط المجموعة بال 2015 أسستها على إنقاذ المهاجرين وهذا موضوع آخر. طيب. بال 2018 من صار حادث سير قدامي وأنا كانت عندي أساسيات الإسعافات الأولية دخلت إسعفت هذا الشخص ونقلته للمستشفى فمن عدها قلت إنه إحنا فعلياً نحتاج هذا نحتاج الموضوع. فريق جوال. بالضبط. فأسست هذا الموضوع وطورته وطبعاً هذا ده تشوفه كل ذاتي. كل ما تابع لأي جهة. كل من عندكم. لأنه بصراحة من أنت تحمل مشروع. بالك اليوم زي. البلد احنا نحكي اليوم البلد يتطلب تدخل من عندنا احنا مو فقط الدولة الجهات الحكومية نعم صح. المبادرة هاي اريد اشوفها كل مكان يصير مسعف جوال طيب خلينا نسأل اسئلة سريعة يلا خلدون انتو كم شخص تقريبا 30 مسعف 30 مسعف كلكم يعني بالمجان ماكو احد بالضبط ما تقدر أحد. تاخذ كلكم متطوعين متطوعين بالضبط ومن اي مناطق من اي محافظه عندنا بالديوانيه عندنا هسه بالبصره صار لانه كنت مشارك ضمن خليجي 25 ضمن الملعب وضمن الجمهور استناد على الحالات اللي صارت طيب فبعده محافظات بدي اوسع الموضوع اي لكن تعرف اليوم حوادث السير يعني سمعت قبل قليل تتكلم عن
الحصيله اللي حصلت بال 2022 صحيح اعتقد ما يتجاوز 8200 نعم حادث سير، 3000 حاله وفاه. صح. انا شوي اريد ادخل بهذا الجو. لا انا انا هسه اريد اسالك لان اريد الناس تتعرف عليك. نعم. على عملك. انت وين تتجول؟ وين تروح؟ ابدا من الساعه 8 بالليل. زين. 9 بالليل اشغل ايه؟ دراجتي واطلع، النهار نايم. لانه ازدحام ومس قليل الحوادث. يعني خلون انت ما تعمل ما تشتغل اي شغل. عندي برج مال انترنت حاليا. أيه. وبنفس الوقت اسوي ورش مال اسعافات اولي للشركات والمنظمات. آه. بالمناسبه انا بعد دراستي السابقه مو هاي. أيه. وسافرت للهند درست، يعني الموضوع مو فقط بدون خبره. أيه. فدرست اساسيات الاسعافات والادفانس. جيد جدا. انت هاي درست عندكم بيج وعندكم بالضبط مجموعه طوارئ للاغاثه. اي اعرف مجموعة طوارئ للإغاثة. نعم. وأنت مسعف جوال. نعم. شلون يتم تبليغكم؟ شلون تروحون يعني يتم التبليغ عبر هذا الجروب عندكم على الواتساب؟ طبعا شلون؟ شكر سيادة مدير نجدة بغداد. لأنه أوصى النجدة 104 السيطرة أنه أنا أتواجد قرب دوريات النجدة. وأيضا هذا تنسيق مع النجدة. نعم. كل السيد لواء طارق مدير المرور العام أيضا وجه تواجدي مع المرور. إذا اليوم أنا أوقف مثلا تقاطع الرواد للصورة. أي. أوقف تقاطع الرواد بين النجدة وبين المرور، هم عندهم علم بالحادث اللي يصير. أنا الفكرة من الدراجة هو أوصل للحادث بأسرع وقت ممكن، يعني حتى تسبق السيارة ممكن. بالمناسبة إحنا ما نأخذ دور الإسعاف الفوري. نعم. جهودهم اليوم عظيمة، دا يحاولون يقدمون قدر الإمكان، لكن شوارعنا مدى تتحمل طبعا. يعني هاي مجموعة صور تعود إليك. نعم. خلدون ليش ما دازلنا صور للفريق كله بس إليك؟ بصراحة مو أنتوا حددتوا طبعا أنتوا حددتوا الموضوع على الدراجة على. لا لا بالعكس، مو فقط الفريق، الفريق عنده جهد كل جيد جامد بالبصر. يعني نسلط الضوء على هذا النموذج الحقيقي، النموذج الناجح، الشاب العراقي اللي يشعر بمسؤولية مع أخوانه. راح أسألك سؤال مهم جدا. نعم. يعني هذا اللي دائما المواطن العراقي خاف من عنده. السؤال انه من يصير حادث انت كشخص ما تخاف؟ مثلا هذا الشخص صار عنده حادث، تعال خاف انت دعمته، خاف انت سويت له، لو انت على هالهيئه ممكن تبعد الشبهات حاليا عنه. خلدون انعرف تقريبا. اي لكن مشكلتنا اليوم بالوعي العام بالمسعفين بشكل عام اللي عندهم خبره ويقدرون يدخلون ويخافون يدخلون من الاجراءات العشائريه ومن الاجراءات القانونيه. اليوم المطالبه بتشريع قانون حمايه المسعف جدا ضروري. أيه. نتمنى من الجهات التنفيذيه والتشريعيه تشرع باسرع وقت. نعم. كمجلس النواب. واني كشخصيا انه اوثق هاي اول شيء حمايه النفسي، هاي الكاميرا اذا تشوفها. اي احكي لي على الادوات اللي تملكها هسه. هاي الخوذه، الخوذه طبعا ضروري تقريبا 75 75000 تمام. اي اكو اصليه 200 واكثر. المهم. طيب. انه هاي 75000 واكو من عندهم 50000 و45000. كلم لي عن باقي الاجزاء اللي انت تملكها والكاميرا المعدات للاسعافات. نعم. الاول الكاميرا اللي هي اوثق بها لحظه الحادث. حفاظا يعني على نفسي وحفاظا على الشخص اللي اقوم باسعافه واخلي شهود وياي. وبالاول شيء اسوي من يصير حادث الناس تريد تعرف من يصير حادث شيء يسوون. اول شيء وثق، ثاني شيء بلغ السيطره ال 104 او ال 122. كلش مهم هاي الخطوات، خلينا نراجعها على كيف. اول شيء انت خلدون كمسعف، كمسعف صارت حاله، صار حادث، رحت وصلت يم الحاله، شنو اول خطوه؟ أول سجل الكاميرا. اشغل تسجيل، ابلغ. تمام. السيطره اذا ما متبلغه اللي هي 104 104 او ال 122، بس بالافضل تبلغ النجده بالاول. تمام. بالتالي تخلي المكان مكان الحادث، لانه اذا بنص الخط السريع ما ممكن تسعفه. امانه القانون الاول للمسعفين، امانك وامان البقيه. جيد. التجمع دائما احنا رسالتنا للناس نقول لا تتجمعون على الحادث، هاي مشكله انه يتجمعون وطريقه الاسعاف ممكن يصير حادث ثاني. بالضبط، طريقه الاسعاف تكون خاطئه. تكلمنا على الادوات. طيب هذا المقاس طبعا بالعاده احتاجه على الملابس، يعني اكو جرح واحتاج الى مزق الملابس قصه بطريقه صحيحه. ايه. حتى اشوف الجرح او الكسر اللي موجود. وعندك هاي الجنطه مجهزه كامله بالادوات، تثبيت الرقبه، التورنيكيت اللي تقطع النزيف بالاضافه الى البانديجات اللي موجوده والضاغطات اللي توقف النزيف. انا عندي معلومه ما اعرف اذا صحيح لي. نعم. هذه المعلومة تقول إنه في حال إنه صار حادث سير، إذا كان الشخص بالسيارة ما من الممكن إنه أطلعه، ممكن طريقة النقل غلط. طريقة النقل أول مصيبة نسويها إحنا. شلون تعرف إنه هذا؟ شلون راح تطلعه؟ شو الآلية تعتمد؟
بالمناسبة بشكرهم الدفاع المدني، عندهم جهد الإنقاذ اللي يلبسون نفس زيه ويدخلون بالإنقاذ في حال السيارة كلش متضررة وما ممكن فتحها، نستند بيهم لأن هم الجهد الأول. نعم. يعني دائما ننصح الناس طريقة العمود الفقري بحماية العمود الفقري يحمي الأعصاب، إذا ضررت الأعصاب خلاص ينشل الشخص. طيب. لذلك أنه طريقة نقلك للشخص لازم ما تكون بهالطريقة، لازم تكون طريقة ثابتة. أنا كمسعف من أجي ألاحظ هل هو اصطدام. النقطة هاي مهمة، المفروض أن المواطن بالضبط. يعرفها. بالضبط. يعني ما هو وعي المواطن يتحرك. هو الوعي يقع بالأساس على المواطن. مشكلتنا اليوم المواطن بصراحة. بس أنا دي أسمع عن الطرق والجسور، نعم أكو تقصير عدة مجالات. نعم. لكن الوعي الأول على المواطن. أنا عندي أربعاء خميس جمعة حوادث. يعني أنت حتى عندك إحصائية. تقريبا. شنو الإحصائية؟ شنو المسببات؟ أنت حسب معلومتك كونك أنت مؤسسة أنت ومجموعة الطوارئ اللي هي اللي إن شاء الله نسجلها ايه؟ كلهم هم نفس عملك لو أنت مقسمهم؟ لا، هم الشباب يدخلون فقط بالتجمعات تصير كتظاهرات كزيارة كأي تجمع بشري يحتاج. بالضبط. ما عندكم تنسيق سوى فقط ويا النجدة لو عندكم تنسيق عندي مع عمليات بغداد معرفين عندهم. جيد. من الوطني معرفين عندهم، لازم يعني انه يتعرفون علينا احنا منو شنو. نعم. واصلا اي تفصيل يصير لازم تبلغ القوات الامنية بهذا. نعم. الموضوع. فاكو تنسيق جيد، لكن انه ارجع لك على الحوادث السيارة اللي تصير. اي تفضل. احنا مشكلتنا انه وعي المواطن احنا نعول عليه. اي. ضروري، لانه اليوم الناس شباب دا تستخدم السرعة الطايشة. حزام الأمان ببساطة هذا ما حد يلبسه حتى بالأفرع، مع العلم هو مهم. المشكلة هما يفكرون إذا هو على سرعة 40 ما راح يصير بيشي. بالتالي إذا هو على سرعة 40 وشخص على سرعة 120 إجا دعمه الضرر عليه هو راح يتوفى. وصار حادث قبل أسبوعين يم الزورة، كانت أكو سيطرة وكذا وجت سيارات طبت فيه، اصطدمت فيه ومتوفى لأن هو ملابس حزام. جيد. هو واقف خلدون بالزحن. آخر حالة شو وقت كانت أسعفتها أنت؟ كانت بالملعب، ملعب جذع النخلة. أي جذع النخلة، لأن التزاخم ايه؟ اللي صار على البوابات، تدافع، التدافع للأسف. أنا لو أنا مو مسعف وأريد كان ممكن تعرضت. ايه؟ لا كنت ما اروح للعبه، كنت اعطي مجال. هاي الصوره وقال. اللي حضرتك اسعفتها هذا اللاعب العماني باول لعبه نسقنا. أي. مع صحه البصره مشكورين، وقدرنا يعني صحه البصره خلفي موجودين مثل. أي. ما تلاحظ، وقدرنا ندخل نسعف هذا اللاعب النقله. طيب مو فقط اللاعبين، كل هذه المؤسسه والمجموعه كلكم تطوع، شنو اللي تحتاجه خلدون من الجهات الحكوميه من منظمات صراحه اول شيء كمل منظمه. أي. او توفير مكان، توفير دعم مادي. شنو عندكم غير الدراجة؟ لأنه أنا دراجة اليوم ما ممكن بس خلدوني يبقى على الدراجة، أريد أوسع الموضوع، أريد أخليها. أي. عدة دراجات، أخلي مسعفين أدربوا مكمل يعني الموضوع. أنت ما تحاول أنه تحصل على إسعاف، تريد تحصل على لا إسعاف؟ لا دراجات. دراجات الإسعاف الفوري موجود. الإسعاف الفوري موجود. أي. أنا ليش ده أجيب سيارات إسعاف؟ هم موجودين، ده يقومون بعمل جيد. نعم. ولذلك إنه إحنا نخفف الزخم عنهم بتوافر الدراجات، وهذا طواقم الدراجات بغرفة عمليات تصير عندنا. جيد. لأن أكو تطبيق أريد أطلقه بهذا الموضوع. جيد. اليوم أنا هواي كلام طبعاً. كلش هواي كلام، بس إحنا للأسف الوقت داهمنا. أنا سعيد وتشرفت بيك. تشرفت. وأنت شخص يعني يرفع له القبعة والخوذة على رأسي. أشكرك، كلش أشكرك جدا، تشرفت. وشاب يمثل العراق حقيقة، إن شاء الله تكون هنالك مقابلات أخرى إن شاء الله، ونسلط الضوء بشكل أكبر إن شاء الله كتوعية، يكون فقرات توعية للناس. شكرا لك خلدون الصعب، مؤسس مجموعة الطوارئ للإغاثة، وهو مسعف جوال عنده دراجة ويتجول ببغداد وحتى المحافظات حتى في حال أنه هنالك حالة. احنا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى انه يعني الناس الشباب اللي قاعد يشوفونه اللي يشوفون هذا النموذج الحقيقي، هذا بعيد لا جهات حكوميه ولا احنا دائما ما نعول على الجهات الحكوميه، لكن اللي نريده نكون واعين ومثقفين، لان نحتاج وعي كثير ونحتاج ثقافه كثيره حتى ممكن انه نساعد الناس. شكرا لكم، دمتم في امان الله. We'll be right back.